الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم السلام على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمناسبة ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، نتقدم بالعزاء لأنفسنا وللحاضرين جميعا ولجميع المسلمين وللإنسانية، ونسأله تعالى أن يجعلنا على خطى الحسين عليه السلام. إخواني المؤمنين المعزون للحسين عليه السلام، موضوعنا راح يكون تحت هذا العنوان: ثورة الإمام الحسين عليه السلام ومسار المواجهة ماضيا وحاضرا. طبعا هذا موضوع طويل وعريض، ولكن راح نتحدث فيه باختصار، والأفكار راح نطرحها مركزة ومختصرة. في ذكرى عاشوراء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، يتركز حديثنا في ثلاث موضوعات مترابطة. الموضوع الأول يجيب على سؤال: أين تقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام في الإسلام؟ والموضوع الثاني يجيب عن الموقف من مؤامرة الغرب الاستعماري في تاريخنا الحديث. والموضوع الثالث يجيب عن الموقف من المؤامرة الحالية على العراق كجزء أساسي وتصعيد جديد لمؤامرة الغرب الاستعماري والأمريكي منه تحديدا. ومناسبة الحديث عن المؤامرتين في ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، يعني المؤامرة الماضية والحاضرة، ذلك لأن ثورة الإمام الحسين تعلمنا وتمنحنا وتقدم لنا الموقف الثوري الإصلاحي أزاء أي مؤامرة على رسالة الإسلام وأمة الإسلام. الموضوع الأول: رسالية الثورة، شرعية الثورة، إسلامية الثورة الحسينية. الإمام الحسين عليه السلام هو خامس أهل البيت، أهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا بالنص القرآني والسنة النبوية. والحسين عليه السلام هو الإمام الثالث المعصوم من الأئمة المعصومين الاثني عشر خلفاء النبي صلى الله عليه وآله بالتبليغ القرآني والنصوص النبوية، بل صرح النبي بإمامته وأخيه الحسن المجتبى عليه السلام بقوله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، أي في كل الظروف السياسية. ولتأكيد شرعية ثورة الإمام الحسين عليه السلام وتكونها صادرة عن الإسلام ورسوله، جاء تصريح النبي صلى الله عليه وآله وتوكيده بطريقة لا يضاهيها توكيد وبيان عندما قال: حسين مني وأنا من حسين. هذا أولا. وثانيا، ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمثل إحدى الضرورات المطلوبة للفعاليات السياسية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أي أن قيام الحسين في ثورته التغييرية الشاملة ستفرض ثورته نتائجها بالانتصار العسكري أو بالدم، أي بالآثار المترتبة عليها تاريخيا في التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي، لأنها ثورة ستنتصر إن لم تنتصر عسكريا فبالدم. هذه الثورة أمر مطلوب ويمثل ضرورة تاريخية في تاريخ كل الشعوب، فلا بد أن يكون لها حضور في مدرسة أهل البيت الحضارية المتكاملة من الناحية السياسية أيضا. وإذا أردنا أن ندخل في شرح وتفاصيل هذه الفكرة والحقيقة وبتركيز وباختصار،
نستعين بالتاريخ السياسي للمراحل والمواقف والأدوار التي بها مرت هذه المدرسة الحضارية المتكاملة. مرت مسيرة الإسلام الأولى في مكة المكرمة أولا بمرحلة الدعوة والتبليغ، ثم مرحلة بناء الكيان الإسلامي في المدينة المنورة، والمرحلتان كانتا بقيادة الرسول النبي صلى الله عليه وآله، وتاليا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله في مرحلة الخلفاء الثلاثة فرضت مرحلة المراقبة لحفظ الكيان والإشراف على عدم حرف مسيرة الإسلام عموما في ظل قيادة أمير المؤمنين عليه السلام، ثم مرحلة الحكم والإمامة السياسية التنفيذية المباشرة كذلك لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم مرت بمرحلة قصيرة هي مرحلة الهدنة والصلح بين الإمام الحسن المجتبى ومعاوية بن عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان، ثم أعقب ذلك مباشرة سيطرة الانحراف الأموي الذي عمل وخطط لحرف الإسلام ورسالته عن حياة الناس بشراء الذمم والضمائر وتخريبها وقتل روح المقاومة في الأمة واستعبادها وإذلالها لتجيء مرحلة ثورة الإمام الحسين عليه السلام لتفتح نافذة الأمل والخلاص والحرية. لم تنتصر عسكريا ولكنها انتصرت بآثارها المترتبة عليها وفتحت المجال واسعا لتوالي الثورات والانتفاضات المتتالية للعصرين الأموي والعباسي. وفي مرحلة الانحسار السياسي المباشر للأئمة عليهم السلام بعد استشهاد الحسين عليه السلام والتضييق والقهر السياسي الذي واجهه أئمة أهل البيت عليهم السلام منذ الإمام زين العابدين عليه السلام وحتى بعد الغيبة وحتى عصر الغيبة، مارس أئمتنا عليهم السلام في هذه الفترة الدور العلمي والتثقيفي والتربوي للمسلمين. إذن فخلاصة موضوعنا الأول تركز أولا على شرعية وإسلامية ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وثانيا كون ثورة الإمام الحسين جزءا ومرحلة وضرورة تاريخية ومثالا وقدوة في مدرسة الإسلام السياسي الحضاري المتكاملة مدرسة أهل البيت ذات الأدوار السياسية التي يفرضها كما ذكرنا الواقع الآني وقد مرت بنا، وكانت باختصار مرحلة أولا مرحلة الدعوة والتبليغ، ثانيا مرحلة بناء الكيان، ثالثا مرحلة الإشراف والمراقبة لحفظ الكيان، رابعا مرحلة الممارسة الفعلية المباشرة للإمامة والحكم، خامسا مرحلة الصلح والهدنة مع خط الانحراف، سادسا مرحلة الثورة التغييرية الشاملة، سابعا مرحلة الانحسار السياسي والاقتصار على الدور الثقافي والاجتماعي والتربوي. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني يتعلق بمؤامرة الغرب الاستعماري على الدين الإسلامي في تاريخنا الحديث وتشويه عقيدة المسلمين، تشويه هذه العقيدة بالله وبرسوله وباليوم الآخر والشريعة والأخلاق التي تمثل قوتهم، قوة المسلمين، يعني هذه العقيدة تمثل قوة المسلمين، وكانت تمثل أيضا العقبة الأساسية الكأداء أمام الاستعمار للسيطرة على بلاد المسلمين. فمنذ القرنين الماضيين عمد إلى خلق مذاهب وأديان جديدة مستغلا الجهل ومواطن الضعف في بعض معتقدات المذاهب الإسلامية، فنشأت البابية والبهائية والبابية من رحم الفرقة الشيخية الإمامية الاثني عشرية صاحبة الغلو والتناسخ والحلول في مقولات الشيخ أحمد الإحسائي المتوفي سنة 1246 هجرية 1844 ميلادية، وكان من تلامذته كاظم الرشتي، وقيل عنه هذا شخص مجهول من رشت، وقيل أنه قس نصراني كان مجهول وقف خلف الإحسائي وهو كان الوريث للإحسائي في مقولاته الكفرية. ومن هذين الجذرين يعني من الشيخية والرشدية نشأت البابية والبهائية صاحبتا المقولات الكفرية والحلول والتناسخ والدعاء المهدوية وتشريعهم للإباحية الأخلاقية.
طبعا هذه كانت وين؟ كانت في إيران، وقد حوربت في إيران من قبل علماء الدين، وكان لعلماء الدين الدور الأساسي في إنهاء هاتين الجرثومتين مثل ما يقول الشيخ، وكذلك للشعب الإيراني، وكانت أيضا خلفهم الدولة الإيرانية، ما أدى إلى اجتثاثهم من إيران وانتشارهم بعد ذلك في مصر وإسرائيل وأمريكا اللاتينية والهند وباكستان، ومركزهم الآن في حيفا في إسرائيل، ويحظون بالرعاية فيها وبرعاية الإنجليز أيضا. برعاية الإنجليز أيضا نشأت على الجانب الآخر السني الفرقة القاديانية أو الأحمدية، لنسبة لمؤسسها الميرزا الأنجي، في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، في أرض قاديان في شبه جزيرة الهند على يد ميرزا غلام أحمد القادياني، ولذلك سميت القاديانية والأحمدية. وكانت نشأتها ردا على مقاومة المسلمين للاستعمار الإنجليزي، لأن الهنود قاوموا الإنجليز، فوجد الإنجليز ضالتهم في هذا الشخص ليؤسس لهم ديانة جديدة تساعدهم على، كان وساعدتهم على ذلك انتشار الجهل عند الهنود. وادعى أخيرا هذا القادياني، ادعى أنه المسيح الموعود، ثم ادعى النبوة، وأخيرا مات بالكوليرا وحاربه علماء الدين السنة في الهند. ولكن الإنجليز تبنوا انتشار دعوته، ولهم مراكز في باكستان، ويؤمنون بالتناسخ والتأويل وإلغاء الجهاد واستمرار الوحي والنبوة، وألغوا تعاليم ومناسك الإسلام وغيروها، فالحج عندهم إلى قاديان. ولهم حتى الآن علاقات قوية ببريطانيا وإسرائيل. هذه البابية والبهائية والبابية والقاديانية، هاي الأديان المبتدعة بتأثير الاستعمار الغربي وبتأثير الإنجليز والإنجليز واليهود والاستعمار الروسي أيضا الباهية، الآن تحولت إلى أديان شبه ميتة لا تأثير لها في حراك أتباعهم الاجتماعي والسياسي. ولكن النجاح الأكبر الذي حققه الإنجليز والاستعمار الغربي هو باستغلال الحركة الوهابية في الحجاز، وربما كان لهم دور، أكو شكوك أنه لهم دور في نشأتها، وصولا لتحقيق مآردهم الاستعمارية في عموم بلاد العرب والمسلمين منذ القرن الثامن عشر الميلادي وإلى هذا اليوم. انطلقت هذه الحركة على يد محمد بن عبد الوهاب من أرض نجد، هذه التي قال عنها رسول الله أنها قرن الشيطان ويطلع منها قرن الشيطان، والإمام علي أشار إلى أن قرن الشيطان هذا راح تتكرر إلى عشر كرات. المهم انطلقت هذه الحركة من أرض نجد، والذي تبنى فكر أساساً، هو تبنى فكر بن تيمية وأضاف إليه فكره التكفيري لكافة المسلمين، معتبراً إياهم على غير مذهب التوحيد الخالص المبرئ من الشرك، وتحالف سياسياً مع محمد آل سعود بن مقرن أمير إمارة الدرعية الذي كانت له أحلامه وحروبه، ولكن كان ينقصها هذه الأحلام التأييد الديني، وتمت الصفقة السياسية الدينية بين محمد بن عبد الوهاب وبين آل سعود وبينهما، وفرضت الوهابية بالجزيرة العربية بالقوة وانتشرت بالسيف، ورغم انحسارها، وكانت لهم طبعا هجومات في العراق وكذا معروفة، ورغم انحسارها بحرب محمد علي باشا والي مصر، إلا أنها عادت بعد اكتشاف النفط وتأييد الاستعمار الإنجليزي، والذين صارت بعد ذلك تحت رعايتهم تماما، تحت رعاية الإنجليز تماما، واستخدموها لضرب حركات التحرر العربي ولصالح إسرائيل أيام عبد الناصر، وصولا إلى تحالفها الكبير والواسع مع أمريكا ضد روسيا في تأسيس جماعات القاعدة وطالبان في أفغانستان. وأخيرا منها انبثقت كل حركات التكفير والقتل بوكو حرام، نصرة، داعش، واتضح القاصي والداني دورهم التخريبي في كل بلدان العرب والمسلمين وبالربيع العربي أيضا، وأخيرا فضائحهم وإجرامهم في اليمن.
ومن جانب آخر نلاحظ الخدمات التي قدموها والأموال التي ضخوها والأهداف التي حققوها للإنجليز وللأمريكان وإسرائيل والغرب عموما. ننتهي من هذا الموضوع الثاني إلى النتائج التالية: أن الاستعمار الغربي والأمريكي حاليا لم ولن يترك بلادنا ومنطقتنا ودون استعمارها وآخر أهدافه تخريبها. الآن الأهداف تحولت إلى التخريب والاستعمار وكذا، وإنما تخريب الأوطان، تقطيعها وتقطيع أوصالها وتجزئتها لصالح إسرائيل. اثنين، إن الجهل وعدم الوعي لدى المسلمين يعد العامل الأساسي لنفوذ الاستعمار وتنفيذ مخططاته. ثلاثة، إن عدم اطلاع علماء الأمة الواعين ومثقفيها وأصحاب الرأي والتأثير فيها بمسؤوليتهم التاريخية والوطنية والدينية والإنسانية فسحت المجال كثيرا لهؤلاء الأعداء في تحقيق مآربهم. الموضوع الثالث، المؤامرة على العراق والتصعيد الأمريكي الجديد فيه. وبالمناسبة لم تعد القضية هي الآن يعني تسمى قضية مؤامرة من الجانب الأمريكي، يخشون التصريح بها أو إعلانها، وربما أصلا تسميتنا لها بالمؤامرة منذ اليوم الأول كان خطأ من جانبنا، إذ أن مسار مواجهتهم لنا وللسيطرة والهيمنة والابتزاز هو أمر ومسلك طبيعي بالنسبة لهم. يعني مسلك طبيعي مو مؤامرة، يعني هم جايين وهم يقولون يعني ويصرحون. فالوحش لا يمكن أن تتهمه بالتوحش والافتراس، هو وحش. أنت تقول له أنت متوحش، أنت مفترس، هو وحش، يعني واي شغلته. وحتى أؤكد هذه الفكرة والحقيقة، نروح لتصريحات ترامب بالابتزاز المالي للسعودية هاي اللي شفتوها، وروحوا إلى تصريحات هيلاري كلينتون بإنشاء القاعدة وداعش من قبلهم، صريحين جدا في أنهم هم جايين. العراق منذ التغيير في العام 2003 وإلى اليوم يتعرض لفوضى سياسية واجتماعية وصراعات طائفية ومذهبية وقومية ومجتمعية بين العشائر، ونقص كبير في الخدمات الحياتية الضرورية وأهمها الكهرباء، الماء، الخدمات الصحية، تفشي البطالة لانعدام المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارات المختلفة. ولأن العملية السياسية في العراق فصلت لنا على مقاس المثل العراقي، العملية السياسية في العراق فصلت على مثل، على ضوء ومقياس المثل العراقي الذي يقول: تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب. أي بقاء الفوضى السياسية وصراع التكتلات وطغيان المصالح والفساد. ومن جانب آخر ضربت فينا منذ التغيير أيضا معالم الفوضى والفتنة والجهل والمال الخارجي لتشويه معالم الدين والشعائر الحسينية والأفكار والعقائد الدخيلة والدعاءات المهدوية والإلحاد ما أضر وانتشار الإلحاد وحتى والإباحية الأخلاقية والمخدرات إلى آخره، ما أضر بمصداقية الدين والتشيع وثورة الإمام الحسين في ساحة شبابنا العراقي بشكل خاص، الأمر الذي يستدعي مواجهة حسينية حقيقية للتصحيح. والحقيقة أنه كان لنا قصور وتقصير واضحين في الماضي والحاضر في هذه المواجهة، ولم نمتلك سبل الوعي الكافي لآثارها المستقبلية. غير أن الأمر الجديد الآن والذي ينذر بالخطر، ما حدث ويحدث في البصرة من تداعيات تشكيل الحكومة التي يريدونها هذه المرة ليس حكومة صراعات وفوضى وتعطيل، وإنما حكومة خدمات لهم تنفذ المطلوب منها. خدوم، حكومة طائعة وطيعة وخادمة لهم. وحيث يبلغ التدخل الخارجي مداه مدى غير مسبوق وبشكل مباشر الآن، يشعلون فتيل الحريق والفتنة على طريقة الربيع العربي في البصرة بصواريخ الذباب الإلكتروني الأمريكي والإسرائيلي والسعودي في السوشيال ميديا، وتأخذ على سبيل المثال، أنا أضرب المثل، العراق الحرة تأخذ دور الجزيرة في حريق سوريا في سياق الوصول إلى عقول شبابنا في العراق وفي البصرة. وحتى ندرك حجم الخطر، فإن واحدا من مواقعهم اسمه يلا شباب تمتلك اتصالات مع 3 ملايين شاب عراقي. هؤلاء الآن هم يشعلون فتيل
الحريق الموجود في البصرة والفتنة الموجودة في البصرة أمام هذا الجيش الإلكتروني وأمام هذه الهجمة الجديدة واستخدام ماذا نحن فاعلون؟ المواجهة الحسينية ينبغي أن تكون في لنا في هذا المجال في الواقع. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب وأوفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.